الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض. خلصنا أحد ورجعنا من جبل أحد، ورجعنا من جبل رماة، ورجعنا معاكم هنا نكمل. احنا النهاردة حلقة النهاردة مكونة من قسمين، مش كلمة بقى، لا قسمين. القسم الأولاني بداية العشر الأواخر والاستعداد ليها، لازم نقول كلمة ومعنى مهم فيها. والقسم الثاني هو أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم احنا بنهاية غزوة أحد، خلصنا 3 سنين من الهجرة، فالسنة دي أو النهاردة آسف أحداث السنة الرابعة. تعالوا نبدأ إزاي؟ تعالوا نبدأ من الأول. الأول نبدأ بالقسم الأولاني. القسم الأولاني بيقول احنا في العشر الأواخر من رمضان. شفتوا يا جماعة الأيام فاتت إزاي؟ امبارح كنا بنقول يلا نبتدي رمضان، النهاردة بنقول هنبدأ آخر 10 أيام. أنا عايز أبتدي الكلام ده بشكل مختلف. ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيختار من عباده ويصطفي. يعني تعالى أنت لأ، اللي جنبك آه تعالى، وتعالى أنت ممكن اللي جنبها لأ. يصطفي ويختار، ولا يختار أحد ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه سبحانه وتعالى. وهو أعلم بالقلوب، وهو أعلم بالنفوس، وهو أعلم بالكون، فهو يصطفي لأنه العليم سبحانه. ما تقولش ليه فاصطفى، واسمع مثلا وهو بيتكلم على الاصطفاء، وهو بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تحس أن الاصطفاء ده حاجة عظيمة جدا. اسمع وهو بيقول لمريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اسمع وهو بيقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع. شوفوا الاختيار، الاصطفاء. اصطفى يا اخوانا من البشر الأنبياء، وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وبعدين رجع اصطفى من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين، وبعدين اصطفى له أصحابه، وبعدين اصطفى له أمته، وبعدين اصطفى أمته على باقي الأمم وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعدين اصطفى من أمته الشهداء وقال لهم ويتخذ منكم شهداء، مش أي حد بيموت. ورجع اصطفى من أمته أهل القرآن وسماهم أهل القرآن أهل الله وخصته. اصطفاء اصطفاء اصطفاء. واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من البلاد مكة، واصطفى ومن الشهور اصطفى رمضان، واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة، واصطفى من الليالي كل ده عشان أوصل إليه، واصطفى من الليالي ليلة القدر فخلاها في العشر الأواخر من رمضان وخباها وسطهم علشان يتجلى اسم الله الستار على الليلة دي، علشان اللي هيجتهد هينال الجائزة، فسماها ليلة القدر. والغريب انه اصطفى لها اللي يحضروها كل سنة. يا جماعة شوف اصطفاك قد ايه، انا وانت الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من كل البشر من 6 مليار اصطفاك وطلعك مسلم، وما كانتش بشطارتك انما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين رجع اصطفاك من المسلمين فحبب اليك الايمان في رمضان انك تعبد وتقرب، وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وفي ناس ماتت، وافتحوا صفحات الجرايد في ناس ماتت ليله رمضان، وياما ناس ماتت في شعبان. وبعدين رجع اصطفاك وعيشك 20 يوم من رمضان عشان يدخلك العشر الاواخر من رمضان، عشان يقول لك انا اصطفيتك واصطفيتك واصطفيتك وبلغتك الليله دي. اوعى تضيع الليله دي عشان يكتمل الاصطفاء ويكتمل الاختيار. يا ترى انا كده حسستكوا الليله مهمه قد ايه، واحنا مكرمين قد ايه ان احنا نحضر النهارده ونسمع الليله دي. يا جماعه النهارده ليله وتريه، ليله 21 وفاضل 9 ايام، ودول اغلى ايام. والليله اسمها ليله القدر. عارفين اتسمت ليله القدر ليه؟ من قدرها، عظيمه القدر. يقول لك فلان قدره عظيم، فهي ليلة شرفها ومنزلتها وقدرها غالي 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 وعظيم جدا جدا جدا، لدرجة ان ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، مهما حاولتوا تتخيلوا قدرها
ومنزلتها وعظمتها وثوابها قدرتكم على التخيل أقل من قيمة ليلة القدر. عشان كده قام قايل لنا وما أدراك قدرة البشر على تخيل ثواب الليلة دي، مش هتقدروا تتخيلوه. تخيل لما ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر، تخيل هتاخد ثواب قد إيه؟ فوق اللي أنت هتتخيله. وما أدراك ما ليلة القدر. وقيل إنها اتسمت ليلة القدر مش بس عشان قدرها عظيم، ولكن علشان فيها تقدر أرزاق العباد، وفيها يقدر سعادة العباد أو شقاء العباد، ضلالهم أو هدايتهم، أحوالهم السنة الجاية. هتقولي هي مش مكتوبة عند الله في الأزل؟ مكتوبة عند الله في الأزل، لكن تسري في عالم الناس وتنزل إلى عالم الملائكة وتبدأ سريانها في العالم في هذه الليلة، وكأن صحائف الملائكة تجدد سنة كل سنة، فيكون فيها كل ما سيكون هذا العام، فهي ليلة تقدر فيها أرزاق العباد. تخيل يعني أنت هيكتب كل عملك وسعادتك وهديتك وعبادتك وانت بتصلي وانت بتتعبد او وانت غافل في العشر ايام الاخيره من رمضان. فتخيل قيمه الليله دي. وبعدين تخيل ربنا وهو بيقول تنزل الملائكه والروح فيها، كل دي سوره القدر يا اخوان. تنزل الملائكه، مش تنزل، تنزل يعني تفرق ايه؟ تنزل يعني كميات قليله، لكن تنزل كامطار السماء، حشود من الملائكة نزل، مهرجان احتفال السماء بليلة القدر. اشمعنى دي ليلة بداية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي اللي احنا بنقوله النهاردة ليلة القدر مرتبطة بالسيرة ارتباط شديد جدا. دي ليلة بداية القرآن، هو احتفال بإيه؟ احتفال بالقرآن، احتفال ببداية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يا جماعة، تنزلوا الملائكة، جموع وجموع، حشود وحشود، أعداد هائلة من الملائكة تنزل خصيصا في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح، وينزل جبريل يتفقد الرسالة اللي نزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة. أخبار الرسالة إيه؟ الرسالة اللي حملها هو 23 سنة كيف تسير في الأرض؟ فتخيل أي ليلة إحنا بنتكلم عنها. وتخيل ربنا وهو بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه سلام؟ ليلة يسالم الله فيها عباده. متخيل لما ربنا يقول لكم عندي في هذه الليلة أن أسالمكم؟ طب وربنا لما يسالمنا يحصل إيه؟ يحصل عفو، ويحصل مغفرة، ويحصل عتق من النار، ويحصل إجابة دعاء، ويحصل رضا، ويحصل أن ينقلب حالك من مغضوب عليك إلى راضي عنك بعبادتك في هذه الليلة. ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام من الله، وسلام من الملائكة اللي نازلة تدعو لك بالمغفرة والاستغفار، وسلام في الأرض لا للشحناء في هذه الليلة. سلام هي، والسلام فيها من ساعتين ثلاثة حتى مطلع الفجر، الليلة كلها. بحيث لو أنت أدركت وقت من الليلة كأنك أدركت، عشان ما تقولش يا ترى هي الساعة كام، هي الليلة كلها من ساعة المغرب أو من ساعة العشاء لغاية صلاة الفجر. السلام والعفو وإجابة الدعاء مستمرة، عشان لو نمت لك ساعتين ثلاثة ما تقولش لا لا لا، ادركها في أي وقت. وكل ما خدت وقت أطول في إدراكها، وكل ما عبدت وقت أطول أنت تعرض نفسك للعفو والعتق والمغفرة. عشان لو تقولي طب كم ساعة، كل ما زودت كل ما السلام وكل ما الرحمة والعتق. شايف؟ طب ثوابها إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خلي بالكوا احنا كل ده بنتكلم على الصورة، ما بنجيبش كلام من عندنا. ليلة القدر خير من ألف شهر، من 84 سنة عبادة. ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر البني آدم أو يمكن زيادة شوية. فلو عبدت ربنا في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة واقف بتصلي بين إيدين ربنا. دمعة العين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله. الدعاء في الليلة دي كأن تقبيلة إيد الأم أو الأب في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بار بهما. أنت متخيل الليلة دي أنا عاملة إزاي؟ وفوق كل ده وما أدراك ما ليلة القدر، كل تصوره أقل الثواب أكبر. يعني كأني متخيل كفة حسناتنا وسيئاتنا، وآدي الحسنات وآدي السيئات، فتيجي ليلة القدر والأمور متوازنة، فتيجي ليلة القدر فتدركها وربنا يمن عليك إنك تجيبها، ففجأة كفة الحسنات تعظم وتعظم وتعظم، دمعة العين كأن بحر اتحط. 84 سنة عبادة، تخيل يحصل إيه في كفة الحسنات فجأة؟ فتعتق
ويتغفر لك وترحم. شايفين يا جماعة الثواب؟ فالثواب 3 حاجات: كنوز حسنات تتحط في كفة الميزان، وهي ليلة عتق من النار تعتق ليلة عتق، التالتة ليلة إجابة الدعاء. فإيه رأيك في الثلاثة دول؟ تدور عليهم وتبحث عنهم وتبذل جهدك فيهم ولا لأ؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الليالي دي؟ الحديث يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشر الأواخر أحيا الليل. طب هو النبي ما كانش بيصلي الليل بيصلي الليل، لكن أحيا الليل، خلاص ما عادش في وقت للنوم، أحيا الليل وأيقظ أهله. يعني ما فيش حاجة اسمها الستات عندنا ما أصل أنا هنام، قومي صلي يلا، كل البيت بيصلي. وأيقظ أهله، كان ممكن يسيبهم في بقية الأوقات يناموا، ما فيش، كله يتحرك. وأيقظ أهله، التالتة وإيه؟ وشد المئزر. عارفين داخل حقل وبيشمر وبيربط الحزام على وسطه علشان بقى أهو النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر جاي من هنا. قال يعني طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية السنة كان عامل إيه؟ طب في العشرين الأوائل كان عامل إيه؟ أكتر من كده؟ يا جماعة بقى خلاص ما عادش في وقت للنوم، ما عادش في وقت، كله يشد على قد ما يقدر على آخر درجة ممكنة من العبادة من الطاعة. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشه، يعني إيه؟ لم الفرشة، ما عدناش بقى حنام ونرحرح ساعات قليلة ننامها. طب والنساء؟ كله زي الرجال. طب والنساء اللي عندهم عذر أو عندهم فترة نفاس أو 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 حيض أو إلى آخره، لو أنت بنيتك أن أنت يا رب اشهد أنا عايز أعبدك جدا جدا، تاخدي نفس الثواب بتاع الناس التانيين. وما كان الله ليضيع إيمانكم، بس نوصيكي بالدعاء وبالذكر، تكتري الدعاء قوي وتكتري الذكر قوي وتسمعي تسمعي كلام الدين قوي علشان تفضلي فيها. أول ما تخلص على طول تقومي داخلة على العبادة. نتوصل إيه يا جماعة ونتفق على إيه؟ من النهاردة هنشد في الدعاء قوي، خلاص بقى قيام ليل وتهجد وعباد، هنعبد على قد ما نقدر، لأن إحنا بنتكلم خلاص في العشر الأواخر. طيب لعلي أكون وصلت الإحساس بالعشر الأواخر وندرك إحنا داخلين على إيه. الليلة دي ليلة وترية يا إخوانا. تعالوا ندخل وخلصنا القسم الأولاني، ندخل على ما بعد أحد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في سنة 4. هو ايه اللي حصل؟ تعال نراجع كده بسرعة. اول سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الاول المرحلة المدنية هدفها ايه؟ تأسيس الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس وطن، بيأسس بلدنا صلى الله عليه وسلم. طيب اول سنتين هتعمل ايه يا رسول الله؟ اول سنتين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع ويشبك المجتمع ويحل المشكلة الاجتماعية اللي حكينا عنها، ان المجتمع فيه مشاكل كتيرة وفيه طوائف كتير، فبيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاولانيين. وشفنا ازاي ان النبي نجح، وان في سنتين بس اللي دول محتاجة تعمله في 50 و60 سنة خلصوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين. في اخر السنة الثانية جت غزوة بدر، احنا بنراجع الاحداث عشان نحفظها. خلصت غزوة بدر، انتعش المجتمع جدا وبقى في منتهى القوة والروح المعنوية عليت جدا جدا. جت سنة 3، جت غزوة أحد، حصل انكسار المسلمين. احنا النهاردة خلصت غزوة أحد، فاحنا النهاردة في نهاية سنة 3 أو قل داخلين على سنة 4. لكن خلوني أخد اللقطة وإحنا راجعين من غزوة أحد، راجعين عاملين إزاي؟ أولا هي هزيمة ولا مش هزيمة؟ أغلب كتاب السير لما تقرأ كتب السيرة تلاقي أغلب كتاب السير بيقولك لا مش هزيمة. وأنا الحقيقة مش عارف، هل بيقولوا مش هزيمة لأنها عسكرياً الجيشين انفصلوا وما حصلش إن حد هزم حد فلو كده يبقى ماشي، ولا بيقولوا مش هزيمة علشان ما يصحش إن يتقال إن المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم هزموا في أحد؟ فلو دياً أنا مش شايف إن في عيب إن هو يتقال إن حصل انكسار وحصل هزيمة. لو من عسكرياً ما أقدرش، ما نقدرش نتكلم كلام العسكريين يمشي هزيمة ولا مش هزيمة. لكن لو بتتكلموا من ناحية ما يصحش نقول كده، لا بالعكس. ليه؟ لأن التجربة بتاعت أحد دي تجربة للأمة ليوم القيامة. هتعصوا أمر ربنا، هتعصوا أمر رسولكم، سنن ربنا ماشية في الكون، ما بنحبيش حد، ما فيش حاجة. أصل إحنا أمة المسلمين ما ينفعش ننهزم، أصل إحنا أحفاد الصحابة ما ينفعش ننهزم، لا مفيش، نحن أبناء الله وأحباؤه فما ينفعش حد يلمسنا. تخطئه تسقطه، حتى لو بنا النبي ويجرح النبي بسبب أخطائكم. درس قاسي، درس بيقول اتعلمي يا أمة اليوم القيامة، حتى لو نبيكم معاكم هتعصوا الأمر،
هتخالفوا قوانين الكون، هتخالفوا قوانين النجاح، لان هم لما نزلوا من على الجبل بوظوا الخطه. هتخالفوا قوانين النجاح في الدنيا هتنهزموا. وحيسري هذا الكلام ليوم القيامه، وكويس انه يحصل في عهد نبيكم، وكويس انه يحصل ونبيكم مؤيد بالرساله ومؤيد بالوحي، عشان تعرفوا ان الموضوع ده ماشي ليوم القيامه. وانظروا على اخر 200 سنه وانتوا تصدقوا ان هو ماشي ليوم القيامه. هتتخلوا عن اسباب النصر، هتتخلوا عن طاعه ربنا، عن طاعه الرسول، عن النجاح في الدنيا، هتنهزموا وتفضلوا مهزومين حتى لو دعيتوا 200 سنه. لان مش بالدعاء لوحده، بالدعاء والعمل. ادعوا مفيش فايده، ونيجي كل رمضان ونقول ده احنا موتنا نفسنا في الدعاء وعيطنا يا رب انصرنا. عملتوا حاجه؟ ضحيتوا عشان الرساله؟ بذلتوا؟ لا يا رب. هتفضلوا كده، هتفضلوا كده. ده نبيكم كان موجود وحصل الانكسار. انا لا اجد اي عيب انها لو كانت هزيمه، ان احنا ما نخجلش ان نقول كلمه هزيمه. لكن تعالوا نحترم راي العسكريين، ونحترم راي كل اللي فات، ونقول ان انكسار الجيش نسميها انكسار، نسميها انكسار، لكن الدرس يكون واضح قدامنا. راجعين المسلمين، متخيلين الحاله النفسيه للمسلمين وهم راجعين؟ مات 70. شفتوا دموع النبي صلى الله عليه وسلم ساعه موت حمزه رضي الله عنه؟ النبي متاثر جدا. خلي بالكم في ناس من اللي راجعين الرماه ما ماتوش، بعضهم ال 40 اللي نزلوا موجودين وحاسين ان هم السبب. طب نفسيه النبي عامله ازاي ناحيتهم؟ طب احساسهم ايه بالخجل؟ عايزين الارض تشق وتبلعهم؟ طب المنافقين هيستقبلوهم ازاي في المدينه؟ انا عايزك تتخيل الشكل في المدينه، هيستقبلوهم ازاي؟ متخيل؟ وتنزل ايات سوره آل عمران بتتكلم المنافقين عمالين يقولوهم ايه؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كلام بقى، كلام جارح، كلام يوجع وهم راجعين. طب اليهود في المدينه، بنو النضير وبنو قريظه بيبصوا للمسلمين ازاي؟ طب ما احنا كده ممكن نقطع الدستور اللي احنا اتفقنا عليه. طب القبائل العربيه المحيطه، خلي بالكم اثار احد خطيره جدا. احنا هنعاني النهارده الحلقه دي سنه 4، كل سنه 4 معاناه لاثار 40 واحد عصوا النبي. كان ربنا بيقول لنا الرد، رد معصيه الرسول ومعصيه ربنا، رد عدم اتخاذ اسباب النجاح هيكون قاسي سنه كامله. مش مساله ان احد مات 70 وبس، وان النبي انكسرت رباعيته واتجرح وشه وتعور وجه النبي وبس. انتوا هتعانوا لمده سنه بسبب عدم طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، سنه كامله، كل سنه النهارده. درس قاسي. سنن ربنا ماشيه في الكون ما بتحبيش حد. النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى الجيش وهو راجع، حسيته كده. طب بقيه القبائل بتقول يا دي هيبه المسلمين اتهزت، طب احنا ليه عاملين تحالفات معاهم؟ مش انا قلت لكم ان النبي كان عامل تحالفات طول الطريق مع القبائل ان مالكيش دعوه بيني وبين قريش؟ والقبائل بدات تقبل كده. لا يا عم نرجع لقريش. قريش زعيمه العرب، ده هم بس كده بدر يعني كانت قريش مستهونه بيهم. لا لا لا، زعيمه العرب، انقض عهودك مع محمد. شايف 40 عملوا كده، حصل كده، فما بالكوا بملايين وعايزين الامه كانت تقوم. مستغربين ان حنا يبقى كده وفي ملايين اصلا لا طاعه الله ولا طاعه الرسول ولا الاخذ باسباب النجاح في الدنيا. طبعا اللي خد باسباب النجاح من غيرنا من الامم هو اللي يقود وهو اللي يكبر. حاجه منطقيه، نتيجه منطقيه، احد بتقول كده. فشايفين الوضع الخارجي والوضع الداخلي. الوضع الخارجي بيقول قريش ازدادت قوة وبدأت تقول طب ما نجيب معركة تانية نهزم فيها المسلمين. ده قريش بتفكر كده وهي راجعة لمكة. أبو سفيان عمال يفكر في الحكاية دي، إحنا ليه ما خلصناش أحد؟ إحنا ليه انفصل الجيشين وروحنا؟ ما كنا ندوس زيادة. وهو راجع بيفكر كده. يهود المدينة ومنافقين المدينة الفرصة مواتية، العرب حوالين المدينة هنخلف الوعود ونرجع لقريش ونغدر بمحمد. الصحابة إحباط نفسي شديد. طيب بص بقى، خلي بالكوا بالاضافه لكده في مشكله تانية. ايه هي؟ ان بدات تطلع مشكلات فكريه، يعني ايه؟ افكار جديده صعبه. زي ايه؟ بدا المنافقين يقولوا للمسلمين انتوا عارفين انتوا انهزمتوا ليه؟ عشان انتوا مش مؤهلين للشورى، ان يتخذ رايكم غلط. خلي بالكوا كلمه الشورى كانت جديده على العرب، يعني حاجه جديده ان احنا ناخد راي الناس وان الناس يبقى لها راي، دي كانت حاجه جديده. امال ايه النظام؟ قائد القبيله هو اللي بيقول والناس تسمع الكلام. فكل العرب متغاظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نظام جديد، نظام مش موجود في العالم. تخيلوا النبي قايل الكلام ده، اللي اوروبا بتتشدق الان بالديمقراطيه واخذ الاراء، النبي عمل كده وكانت غريبه على العالم من 1400 سنه. فقالوا لهم انتوا مشكلتكم ان انتوا غير مؤهلين، انتوا غير ناضجين ان يتسمع كلامكم، انتوا مالكوش راي، واحد بس اللي يتكلم، القائد بس اللي يتكلم وانتوا تسكتوا.
فدي مشكله فكريه. فالصحابه بداوا يتلخبطوا، اه صحيح، ما هي الشورى هي كانت غلط، كان المفروض نسمع كلام النبي. وحاجه تانية بدا الصحابه يقولوا ايه، احنا ازاي يبقى معانا النبي وما ننتصرش؟ وبدات المنافقين يقولوا لهم ازاي هو رسول وتتكسر سنانه، احنا ما سمعناش عن رسول حصل له كده في معركه قبل كده يتقتل 70 وهو يتخبط، ازاي ده، ازاي يبقى رسول؟ فالصحابه متلخبطين. وبدا الصحابه يقولوا فين الملائكه، ازاي، طب ما الملائكه نزلت في بدر واحنا منتصرين، لما نيجي في احد واحنا مغلوبين ما تنزلش الملائكه، ليه ما نزلتش الملائكه؟ والنبي نفسيته هينزل بقى القران، سوره آل عمران دي عظيمه يا اخوانا، ينزل القران اول حاجه تنزل في سوره آل عمران وشاورهم في الامر. انك تاخد راي الناس ده مش اختيار، ده مبدا للاسلام، حتى لو النتيجه هزيمه مهما كانت النتائج، ما فيش واحد ينفرد بالراي، الناس لازم تقول رايها. يا جماعة ده قرآن، ده قرآن، قرآن بيقول اتهزمتوا وتفضلوا تاخد رأي الناس. فديا درس رهيب. الحاجة التانية، احنا انهزمنا ليه؟ تقوم نازلة الآية أولما أصابتكم مصيبة، ازاي ننهزم ومعنا الرسول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، انتوا كنتوا في بدر قتلتوهم أكتر، قلتم أن هذا، ازاي يحصل لنا كده؟ قل هو من عند أنفسكم. شوفوا الوضوح، احنا مش هنحابي حد، في سنن للكون، غلطتوا هتجازوا حتى لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو معك رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج عظيم يا اخوانا، منهج كله يعني اتزان. الحاجه الثالثه، اين الملائكه؟ يقوم تنزل الايه تقول وما جعلناه الا بشرى، نزول الملائكه مش الملائكه اللي بتنصر، وما جعلناه الا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ده تثبيت. وما النصر الا من عند الله، ربنا اللي بيجيب النصر لما يلاقي رجاله يستحقوا النصر. طب نفسيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا آل عمران عماله تعالج افكار، وافكار مفيده لينا لغايه النهارده. لازم تاخدوا راي الناس، واحد، اتنين، الهامه جدا جدا جدا، ربنا مش هيحابي اللي هيترك سنن ربنا في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته متغيرة على الصحابة، فتنزل الآية فبما رحمة من الله لنت لهم، لا ما تغيرش قلبك عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. شوفوا ربنا بيكلم النبي ازاي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، اوعى تغير. طيب الصحابه اللي زعلانين واللي حاسين باحباط هيعالجهم القران بيعالج كل الناس، هيبدا يعالج الصحابه لنفسيتهم. يا جماعه القران تعاملوا معاه كده، لما تقرا القران في ضوء الاحداث اللي نزل فيها تبدا تستفيد منه في حياتك اكتر. فيبدا القران هيعالج الصحابه اللي عندهم احباط، ولا تهنوا، معلش عارف اللي بيطبطب على حد، ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسسكم قرح، لو كنت تعورتوا شويه فقد مس القوم قرح مثله، طب ما هم كمان اتبهدلوا، معلش. وتلك الايام نداولها بين الناس، هتنتصروا تاني. شوفوا المعالجه القرانيه للنفوس، ان تكونوا تالمون، اتوجعتوا، فانهم يالمون كما تالمون، وترجون من الله ما لا يرجون، انتوا عايزين جنه. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رجع، انا متخيل حاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله، النبي عمال يفكر صلى الله عليه وسلم، عايزين نرفع الروح المعنوية، الروح المعنوية نزلت خالص للصحابة، عايزين نرفع الروح المعنوية، وعايزين نسترد الهيبة، وعايزين نكسر عند قريش إنها عملت نصر، وعايزين نكسر عند قريش إنها ممكن تفكر إنها ترجع علينا تاني. طب هنعمل الحاجات دي كلها إزاي؟ هتعمل الكلام ده كله إزاي يا رسول الله؟ إزاي نحقق الكلام ده؟ بص هيعمل إيه صلى الله عليه وسلم في 24 ساعة. إحنا النهاردة روحنا من أحد، على فكرة وهو مروح من أحد ما قدرش يوصل للمدينة على طول، فصلى العصر في مسجد اسمه مسجد المستراح. شوفوا من اسمه مش قادر صلى الله عليه وسلم، 57 سنة فمش قادر يوصل لغاية المدينة، يصلي هناك تعبان صلى الله، والصحابة تعبانين، اجهدوا اجهاد شديد في المعركة، فصلى، والمسجد موجود لغاية دلوقتي اسمه مسجد المستراح، اهل المدينة قدامي بيهزوا دماغهم عارفينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المستراح ورجع. هنصحى الفجر هيفاجئ الصحابة بقرار، النبي علم ان قريش بتستريح ليلتين بعد ما مشيت على بعد 8 ميل، لان هي كمان ايه، تعبانه. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنغص عليهم ان هم شاعرين بالانتصار، وهرفع الروح المعنويه للمسلمين، وهسترد هيبه المسلمين في المنطقه في نفس اليوم. حاجه رد فعل سريع وقرار خاطف. ايه هتعمل ايه يا رسول الله؟ بعد ما يصلي الفجر يقوم واقف بين المسلمين
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإني خارج الآن لملاقات قريش، ولا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. ليه؟ عشان لازم أرد لهم روحهم المعنوية، هم دول بس، ما حدش تاني يطلع. هو النبي عارف إن قريش مش هتحارب وهو مش هيحارب، بس لازم يبان قدام الدنيا كلها، لأن لو قعدنا في المدينة ونمنع على كده الروح المعنوية هتنهار، ومش ضامنين بكرة مين يهاجم المدينة. ده يمكن قريش اللي على بعد 8 ميل أبو سفيان يفكر ويرجع تاني، كله يطلع. صلى الله عليه وسلم طول عمره مبادر، عمر ما النبي رد فعل أبدا. ودي مشكلة أمتنا، إن إحنا بقالنا سنين طويلة في رد الفعل، إحنا في ردود الأفعال، فدايما الفاعل هو المنتصر لأنه هو اللي بيقلب لك خطتك، لكن المبادر حتى لو أضعف يكسب لأنه بيربك اللي قدامه فيخلي التاني في رد الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مبادر، فيطلع الجيش هو محدش قال له لا مش طالع يا رسول الله. اتعلموا بقى الطاعة من الرماة، محدش قال له لا يا رسول الله. طب والجرحى يتشالوا ويطلعوا. انت متخيل؟ دي مش قسوة، ده رد اعتبار من نبي عظيم خبير بنفوس الناس وعارف العرب هتسمع ازاي. تخيل جيش ناس شايلة بعضها وطلع. شايف التضحية تضل التضحية؟ شايف العطاء تضل العطاء؟ شايف الجرحى اللي ما قالوش بقى كفايه بقى كده يا رسول الله؟ في 70 ميت واهاليهم موجودين في المدينه، ما حدش راح قال له يا رسول الله موت عيالنا كفايه بقى كده. لا، اصل الرساله غاليه يا اخوانا. خلي بالكم يا اخوانا، كل الحروب دي وكل المشاكل اللي احنا داخلين فيها عشان كلمه واحده، خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ادي رسالتي. انا مش عايز احارب، انا اول كلمه قلتها السلام. انا مش نبي الحرب، انا نبي المرحمه، انا نبي الرحمه، لكن لازم ابلغ رسالتي. ان شاء الله تتقطع رقبتي هبلغها، ولو ادى الامر انكم هتقفوا قدامها لدرجه ان انا اضطر ان انا احارب هحارب، بس خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ان انا اكلم الناس. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم كل بقى اللي احنا فيه ده يا جماعه وكل اللي هيحصل سنه 4 عشان كلمه الرساله. ناس ضحت عشان كلمه الرساله، الناس اللي بتسمعني مستعده تضحي عشان الرساله؟ هي كده الرساله، ما فيش حاجه من غير ثمن يا اخوانا. عايز تاخد حاجه غاليه لازم تدفع الثمن، مش عايز تدفع الثمن خلينا متخلفين على طول. طول ما احنا طول ما لقمه العيش اغلى من الرساله، طول ما الروح اغلى من الرساله، طول ما نقطه الدم اغلى من الرساله، يبقى ما فيش فايده. طول ما عاطفتنا تجاه ديننا، طول ما عاطفتنا تجاه الاسلام، طول ما عاطفتنا تجاه اصلاح الارض ابرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا وعايزين نخففهم ونجيب لهم من يشفيهم ونجيب لهم الدكتور، لو عاطفتنا تجاه الرسالة أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا، يبقى مفيش فايدة. لازم العاطفة تجاه الرسالة والاستعداد لحمل الرسالة تكون أعظم. ناس كتير بتتصل بيا كل يوم تقول لي أنا بسمع الحلقات، ببقى في آخر الحلقة عايز أكسر الدنيا، أعمل إيه؟ ما تسألنيش أعمل إيه، إنما ابدأ اتحرك وفكر، وهنلتقي في الطريق وهنعمل نهضه سوا. بس تفكر انت وتتحرك انت، وما تستناش تحط ايدك وتقول ما هو مع، وتبرد بعد رمضان تقول ما هو ما حدش طلب. انت اشتغل وفكر، انا اقدر افيد الرساله دي ازاي؟ كل ده عشان الرساله يا رسول الله. كل ده هيطلع الجيش، حمراء الاسد على بعد 8 ميل هيوصلوا لحمراء الاسد، هتفاجئ قريش، يا نهار ابيض هو مش اتغلبوا؟ ايه اللي مطلعهم؟ ما بنزهقش ابدا، مصرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع الروح المعنويه، بيقول للعرب من حواليه احنا لسه بقوتنا، بيقول لقريش اوعي تفكري تهاجمي المدينه، انا اللي طلع لكم. صلى الله، شايف الرؤيه والتفكير؟ يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الاسد، اول ما يوصل حمراء الاسد ابو سفيان يتهز، فيعمل ايه؟ يقول نبعت واحد من عندنا يخوفه. فيبعت واحد من قريش يقول يا محمد ما الذي جاء بك؟ قريش قد لبست جلود النمور يستعدون لقتالكم، حيكسروكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعد ما قلت أمام الناس، قول قدام الصحابة. فيعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعه يبص النبي، بص النبي هيعمل إيه، ويبص لهم ويقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيصرخ الجيش حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل جيش عمال يردد بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل، انت متخيل الروح بتعمل ايه؟ وتخيل الراجل هيبعت لابو سفيان رساله بتقول ايه؟ ده ابو سفيان هيموت في جلده من طريقه حسبنا الله ونعم. وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، بتوصف الآية بتوصف اللي حصل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حد يصدق ان دول اللي مهزومين امبارح؟ فيوصل الراجل لابو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية عند النبي عالية جدا، استخدامه ليها عالي جدا، فيجيب واحد من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة مشركة، لكن الراجل ده مسلم والنبي قايل له اكتم ايمانك. النبي عنده ادوات كتيره بيتحرك بيها، ما بيكشفش كل الورق اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الراجل الدون اللي مخبي ايمانه اسمه معبد ابن ابي معبد، ويقول له يا معبد روح لابو سفيان وخوفه. هو مش كفايه الراجل اللي النبي اللي راجع، فيروح معبد لابو سفيان يقول له يا ابا سفيان ان القوم، على النبي هو طبعا عامل نفسه مش مسلم، ان القوم يتحرقون من الحرقه، يتحرقون عليكم تحرقا وقد جمعوا لكم أضعاف ما جاءوكم به الأمس. فقال أبو سفيان والله ما أرى إلا أن نرتحل، يلا. أم واخد جيشه، ولو كان دخل المعركة يمكن كان كسب، لأن هم أضعاف مضاعفة. لكن النبي بالحرب النفسية ومن هو مبادر، فأربك، شوف المبادر أربك تفكير قريش، وهو عارف أنه هو حيربكهم وهو مش عايز حرب لأن لسه مش جاهزين. أبو سفيان خد جيشه، ودي كانت موقعة حمراء الأسد، تاني يوم أحد. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة، لكن ما خبيش عليكم الموضوع ما يتحلش بس كده، الموضوع لسه صعب. أحد أكبر بكتير من حمراء الأسد. صحيح النبي عالج جزئيا إن ما حدش هيهاجم المدينة فورا، لكن المكائد بتعد. ويبدأ واحد اسمه خالد بن سفيان، خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينة ويبدأ يحرضهم، ما تيجوا نغزو المدينة وناخد خيرها ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر. خالد بن سفيان شديد الكفر كأنه شيطان، ويبدأ خالد بن سفيان يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في أي معارك جانبية غير مع قريش، هو عينه على إيه؟ على مكة. هو أصلا الهدف مكة، ده احنا غيرنا القبلة والقبلة باتجاه مكة، مكة هي الموضوع. لو مكة سابتني بين الناس، لو مكة أسلمت العرب، هي دي قضية العرب، فما تدخلنيش في معارك جانبية. يا جماعة أحيانا تبقى أنت عندك معركة كبيرة ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معك مشكلة، وأنت عندك هدف كبير عايز تروح له، اوعى تخش في معارك جانبية. واحد يشتمك في صحابة، اوعى تخش في معارك جانبية، خليك في الهدف اللي أنت رايح له، ركز على الهدف اللي أنت رايح له. فخالد بن سفيان هيستنفذ قوة المسلمين، وجمع الجيش والجيش جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابة عبد الله بن أنيس، يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاجبنا، توصل لغاية الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع لي. فتخيل بقى عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس ده، فيقول له ايه؟ بص عشان تعرف قد ايه المهمة صعبة، يقول له صفه لي يا رسول الله، لا خالد بن سفيان ده شكله ايه؟ يعني تخيل هيروح يموت واحد وهو ما يعرفش شكله. فقال صفه لي يا رسول الله، قال إذا رأيته تذكرت الشيطان. قال أهذه أمر يا رسول الله؟ ما معقولة؟ قال إذا رأيته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك قشعريرة من شكله. يقول فخرجت. يا جماعة راجل قوي يعني. يقول فخرجت حتى وصلت فإذا بالجيش قد تحرك وتجهز، فخافت نفسي. ودخلت تخش جوه جيش تقتل قائد الجيش عشان توقف المعركة، عشان تمحو ان المعركة تبدأ، عشان ما تستنفذش طاقة المسلمين وانت واحد لوحدك. عبد الله بن أنيس كم سنة؟ 27 سنة. فدخل عبد الله بن أنيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت أحمسهم وأقول في النبي ما أقول، بقى يعني بقول اللي أنا عايزه، بخبط زي ما أنا عايز، كأني أشدهم تحركا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه وهو رايح قال يا رسول الله إذن لي أن أقول، أنا حلخبط الدنيا. قال قل ما شئت. فراح عبد الله بن أنيس حتى أعجب به خالد بن سفيان، يقول والله قبل أن يدلوني عليه نظرت في وجهه فقلت صدقت يا رسول الله، عرفته، بصيت في وشه عرفته. فجئت إليه وكنت بجواره، فقال لي من الرجل؟ فقال لي من الرجل؟ فلو قال له نسبه أو من قبيلة كذا تبقى مشكلة، هيعرفه هيكشفه هيجيب الباسبور اللي هو الأنساب بتاعة العرب. فقلت له رجل يحمل من الكراهية لمحمد أشد مما تحمل. ففرح بي، تعبان يعني، ما قالوش طب وريني ومش وريني، لا كده جدع. في ناس بتتاخد بالحماسة.
يقول: حتى قبلني حارسا له فكنت أصلي برأسي حتى لا أكشف. راجل كده بصلي بعناية. انا بقى ويروح يقول ايه، اصلا وحشاني الصلاه، يقوم داخل مصلي. طب يا حبيبي تعال مصحصح كده. سيدنا عبد الله بن انيس يقول: حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته، فصرخت النساء لما سمعوا صوته، فخرجت فاختبأت 3 ليالي في الجبال لا اكل الا ورق الشجر. يعني النبي برضو عارف هو بيبعت مين. يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده، ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر، ده احنا بنقول لكم انجحوا في كليتكم، ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديده للمسلمين، ده احنا بنقول لكم. يعني شايف عبد الله بن انيس يقول: واختبأت واختبأت حتى اقتربت وعدت الى المدينه سليما الحمد لله، وتفرق الجيش، لان هو اللي كان جامعهم. شوف اولا نشوف خطه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيجيب حاجه جيش جاي يحاربنا. مين يفكر طب ما تروح تخلص الجيش من هناك قبل ما يجي؟ تاني حاجه بص عبد الله بن انيس ومجدعته. فرجع عبد الله بن انيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الي من بعيد قلقا: ايه اللي حصل؟ فقال لي النبي: افلح الوجه؟ الوجه جاي بخير؟ فقلت: نعم يا رسول الله، فعلتها يا رسول الله. فقال: الله اكبر، تعالى يا عبد الله. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اني ساكافئك. فقلت: بما يا رسول الله؟ اي وحي كافئني. فقال: انتظرني حتى اتيك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، عارفين انتم القصه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج واعطاني عصاه، عصايه مش عصيته، كمان عصاه كده، وقال: خذ هذه يا عبد الله. فقلت: أهذه المكافأة يا رسول الله؟ بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصاية وتقول لي هي دي المكافأة؟ فقال النبي: خذ هذه يا عبد الله، ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. يقول عبد الله بن أنيس: والله ما فرحت بشيء كفرحتي بهذه العصا. الجنة غالية أوي يا أخوان، الجنة غالية أوي 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 أوي. ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا ان هو رايح جنه، ومش هنطمئن الا باعمالنا يا اخوانا وبجهدنا لديننا، مش بصلاتنا وصومنا وبس. يقول عبد الله: فوالله ما تغادر يدي العصا، ولا اخرج من بيتي واتركها، وانها في يدي، فاذا نمت وبت في فراشي اخذها في صدري. الجنه يا اخوانا غاليه قوي. شوف النبي ازاي ربطه بالجنه على طول. ولقد امرت ان تدفن معي في قبري، تتحط معايا في القبر، حتى اذا قامت القيامه وخرجت من مقامي من قبري اتي الى النبي صلى الله عليه وسلم واقول له: العصا يا رسول الله ادخلني الجنه، ادي العصايه بتاعتك يا رسول الله، اتفضل دخلني بقى الجنه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني ادم بالجنه بعصايه. شفتوا؟ لكن لسه يا جماعه، لسه الازمات سنه 4 كتيره قوي. احنا كل ده سنه 4، الازمات كتيره حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الازمات كتيره؟ لسه في ناس بتتربص. يحصل ايه؟ يجي قبيله من قبائل من القبائل المحيطه بالمدينه ويروحوا للنبي ويقولوا له: احنا عايزين نتعلم الاسلام، احنا عايزين نتعلم القران، ما تبعت لنا ناس يعلمونا. فيبعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في تحالف بينه وبين القبائل دي، فيبعت لهم النبي 6 من الصحابة: مرثد بن أبي المرثد، خبيب بن عدي، زيد بن الدثنة، عبد الله بن طارق، 6 صحابة يطلعوا. خلي بالك مرثد بن أبي المرثد دون كان له شغلة جميلة قوي قبل القصة دي، ده قائد المجموعة، قائد الستة، ده اللي هيعلم الناس القرآن. يعني إيه شغلته مرثد؟ ده اللي كان بينقل ضعفاء المسلمين من مكة يوديهم المدينة، يدخل مكة متسللا الناس اللي مش عارفة تهاجر، ويدخل يخبط عليهم في بيوتهم ويشيلهم من ضعفاء اللي مش عارفين يسافروا. يبقى عامل ازاي مرثد ابن ابي المرثد ده؟ يعني باللبناني قبضاي يعني. ومش كده وبس، ده هو مش قبضاي وبس، ده مرثد ابن ابي المرثد راجل جدع ومؤمن جامد، عشان النبي يديله مهمه زي دي. مرثد ابن ابي المرثد وهو بيخش مكه بالليل وبيرجع بالليل، مين اللي بيبقى سهران بالليل وبقى قاعد في سكك مكه؟ الناس الوحشين، الناس يعني الضايعين، الناس اللي بيبقوا سهرانين الليالي. هو رايح لهدف تاني. فيعرف واحدة اسمها عناق، عناق دي كانت تمارس يعني الرذيلة في مكة. فكل ما هو رايح وجاي بدأت عناق تشوفه شايل ناس ومعدي. فقالت يا مرثد، بدأت تتعرف عليه، هلم إلي، ما تيجي نتصاحب. فقال يأبى علي الله ورسوله. فقالت إذا أفشي سرك.
يقول: فعدت إلى المدينة وأنا شايل بقى وإيه، فذهبت إلى النبي. هو شاب برضه يا أخوانا وبشر، قلبه اشتغل. يعني إيه قلبه اشتغل؟ مش يعمل الحرام معاذ الله. فقال: يا رسول الله، أأتزوج عناق؟ ساعات بيجي لنا شباب يروحوا لأهاليهم وتطق في دماغه ساعات فكرة كده ما تنفعش، أأتزوج عناق؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال النبي لي، مش بقى عنفه النبي وقال له: إيه الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله؟ فقال: يا مرثد، إن تابت وآمنت وأصلحت فانتظر حتى ترى ولا تتعجل. نصيحة غالية قوي من أب لكل شاب أو فتاة يرتبط بزيجة ويقول: ما أنا ههديها. ما هو الشباب بيقول لك كده: ده أنا هخليها تصلي، أنا هي هتتهدي على إيديا. لا، الأول يا حبيبي تتهدي وتصلي وتتوب وتنظر وتتأكد فترة من الزمن، مش عشان عامل الحب والكلام ده. وبعد درس تربوي للشباب اللي بيعصوا ساعات أهليهم ويروحوا يتجوزوا جوازات ما تنفعش، درس من النبي. أولا ما عنفوش، ثانيا قال له إيه؟ قال له: أصبر تتوب وتنصلح وتهتدي، وبعد كده نفكر ونشوف. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرثد: فسمعت كلام النبي وسمعت كلام القرآن، ما اتجوزهاش مرثد ابن أبي المرثد. أنا بس بحكي لكم الحكاية دي عشان أوريكم أنه صحابي لكن بشر، ما فكرش يعمل الحرام، لكن قال لك اتجوزها. ما تنفعكش يا مرثد، مش دي المناسبة ليك يا مرثد، لا ما تنفعش. والقرآن يقول له: يا شباب اسمعوا نصيحة أب، اسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. لو مش عايزين تسمعوا كلام اهاليكم وداخل على جوازه ويقول لك ما تنفعكش وانت بتقول لهم دي هتبقى زي الفل بعد الجواز، لا يا حبيبي تبقى زي الفل قبل الجواز، ونصبر عليها فتره، اسمع كلام النبي تتوب وتهتدي وتؤمن وتنتظر وتراقبها فتره، وبعد كده نبقى نتكلم. شوفوا الاسلوب العاقل الجميل. طيب هتطلع المجموعه وهم طالعين اذا بالغدر، اول مره يتغدر بالمسلمين، يقوموا جايبينهم ويبداوا يقيدوا فيهم. ايه ده، انتوا مش مطلعيننا نعلمكم قران؟ احنا هنبيعكم لقريش، لان عشان قريش عايزه تاخد ثأرها من محمد بالسته دول. هنبيعكم لقريش ناخد الفلوس، احنا كل قضيتنا ان احنا ناخد فلوس. طب ايش انتوا مش بيننا وبينكم حلف وعهد؟ احنا بعد احد خلاص. شفتوا يا جماعه الـ40 اللي عصوا، كل شايف كل دي التداعيات، فياخدوهم يجروا يربطوهم فيجري السته ويقولوا لا نحارب، وتبدأ معركة، فيموت أول ثلاثة، يقتل مرثد ابن أبي المرثد شاب أعزب ما كانش لاحق يتجوز، ويقتل الاثنين التانيين، ويبقى ثلاثة: خبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد الله بن طارق. فاستسلموا، قالوا لهم استسلموا ولن نمسكهم بسوء، فاستسلموا. فقاموا جايين مقيدينهم، فعبد الله بن طارق قال: هذا أول الغدر. فجاي فلفص فقتلوه، فما عادش فضل الاثنين من الستة، هياخدوهم ويبيعوهم في مكة. بس هم بعد ما مات الأربعة الأولانيين لقوا واحد من ضمن الميتين اسمه سيدنا عاصم بن ثابت، واحد من الستة. فقالوا: مش ده عاصم بن ثابت اللي واحدة اسمها سلافة بنت سعد حلفت لو حد جاب لها راسه عشان كان قتل ولادها في أحد هتنخور الراس وتمثل بيها وتشرب الخمر فيها، بس اقطعوا دماغه وادوها له، وادوها لها. فيفعل الله، الله تبارك وتعالى إيه؟ يرسل الله الدبابير والنحل فتحيط برأس عاصم بن ثابت، كل ما يجي يقربه إن وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب يا رب سبته ليه يتقتل؟ مش كده؟ لما المعجزات عظيمة وسهلة كده طب ماتوا ليه؟ ماتوا عشان التضحية، عشان الرسالة لها ثمن، ماتوا عشان تعرفوا إن الرسالة غالية، ماتوا عشان تعرفوا إن الرسالة دي ما جتلكوش على طبق من ذهب، ده فيها دم ودم كتير، ده فيها تضحية وتضحية كتير. واللي مش عايز يدفع التمن مش هياخد رسالة، والأمة دي ما نهضتش إلا بدماء الناس دي. درس واضح قوي قوي، لكن يمثل به أبدا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب ما كمل الأول، لا ده الأول ده تمن مطلوب، لكن هنا تحصل المعجزة ويبدأ. شوفوا الآية، تنزل الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا بإيه؟ ولو بالدبابير. شوف شوف، نحلة كائن صغير مش هيقربوا لك يا عاصم، انت راجل يا عاصم، ازاي ربنا يسيبك؟ ازاي يمثلوا بيك يشربوا الخمر في الدماغ اللي بتقرا قرآن اللي حافظه قرآن؟ لا يمكن، لا يمكن ربنا هيسيبك. لكن تتقتل اه، ما انت رايح الجنة والرسالة غالية. شوفوا شوفوا امتى بتحصل معجزة وامتى ما بتحصلش. يجوا يقطعوا الرقبة، الدبابير تاكل في الايدين. فقالوا اتركوه الى الليل
مش فاهمين. إذا جاء الليل ستغادر الدبابير الدنيا هتضلم، فنيجي وناخد رأسه. ففضلوا رابطين الاثنين الصحابة وفضلوا قاعدين لغاية الليل، فإذا بالمطر يهطل بغزارة قبل المغرب. مطر 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 مطر، وإذا بالسيل يأتي فيحمل جثة عاصب بن ثابت إلى الوادي فلا يعرف له جثة بعد هذه اللحظة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قد إيه حبه للمؤمنين. شفتوا عمل العاصم إيه؟ بني آدم، نزل له مطر من السماء وبعت له نحل ودبابير في وسط الصحراء. شايف العظيم سبحانه وتعالى. إزاي ما نثقش في الله بعد كده؟ إزاي ما نتوكلش على الله بعد كده؟ حتى لو متنا مش هيسيبنا أبدا، هيكرمنا دنيا وآخرة. وياخدوا الاثنين ويروحوا بيهم لمكة. أول ما يوصلوا مكة صفوان بن أمية ياخد سيدنا زيد بن الدثنة ويقول له بلال قتل أبي، أبوه اللي هو أمية بن خلف، بلال قتل أبي لأقتلنك كما قتله. وينزل سيدنا زيد بن الدثنة ويقعد يضربه بالخنجر إلى أن يقتله. يفضل مين؟ خبيب بن عدي. جايين يقتلوه، دخل الشهر الحرام. قال يعني شوف يعني شوف التقوى والورع، مش هنقتله في احنا هنقتله غدر بس مش في الشهر الحرام. فيحبسوه في بيت واحد منهم ويربطوه بالحديد ويعينوا عليه واحده ست اسمها ماويه، دي اما من الاماء عندها ابنها الصغير وفي البيت. تقول ماويه: فكنت ادخل عليه اقدم له الطعام وهو مربوط في الحديد، اعطيه الطعام لياكل. تقول: اقسم بالله أدخل عليه فأجده يأكل من قطف من العنب، وما في مكة حبة عنب، وما قدمت له عنب، وإنه لمحبوس. إن الله يدافع. شوفوا ربنا تبارك وتعالى، محبوس وهتتقتل يا خبيب، هتتقتل وخايف، بس هنمسح على قلبك ونطبطب عليك. شايف رحمة الله تبارك وتعالى؟ شايف إزاي يرسل الرحمات في وسط المأساة عشان يقول لك دي حاجة ودي حاجة؟ في معجزات بس اللي يستاهلها، وفي معجزات للرجاله. ويفضل سيدنا خبيب بن عدي كده. في يوم من الايام خلاص الاشهر الحرم هيخلص، فان باعت لماويه نده عليها، قالت: نعم. قال: هل لك في ان تعطيني حديده موس؟ ليه؟ قالت: قال: لاقص الاظافر واهذب الشارب واحلق الابط لالقى ربي وانا في خير حال. جميل قوي، حاجة بنحكي عن نماذج، يا ريت إن شاء الله يطلع شباب زيهم على طريقهم إن شاء الله. فجابت له الموس، فبدأ بقى بيوضب نفسه. فهو قاعد بيوضب نفسه متكتب بالحديد زي ما هو، ابنها الصغير بدأ يحبه. فالولد لقى شخص جميل محبوس بس جميل، فالولد راح قعد على حجره. تقول: فدخلت عليه فإذا بابني في حجره والموس في يده، ففزعت فزع عرفها خبيب، فقال: أتخافين أن أقتله؟ فلم أرد، مش عارف أترد. آه طبعا. فقال: ما كان لي أن أفعل ذلك وأنا من أصحاب محمد. عظيم عظيم في كل حاجة. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقتله؟ طب أنت لو منه، ها، طب ما ناخد الولد وحط البتاع، مش هموته ولا حاجة، هحط الموس على رقبته، طلعوني بره البلد اسيب لكم الولد، مش كده؟ حقه، ده اتغدر بيه، هاخده بيكم، طلعوني بره، فكوني، اي حركه هقوم دابح، مش كده؟ لا، الابرياء ما لهمش ذنب، ده ديننا يا اخوانا، ده اسلامنا اهو، مش يعني، والروايه صحيحه، احنا كده فاهمين الاسلام. انا قتلك رجل لرجل واخد حقي على غدرك احاربك، لكن أقتل بريء. خالد بن سفيان يستحق القتل ويقتل كده لأن إحنا في معركة، لكن ده لا 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 لا، دي مش زي دي. مشكلة ناس كتير من المتدينين وما بيعرفش يفرق، نعمل إيه إمتى؟ مش كل حاجة حماسة ومش كل حاجة طيبين وساكتين، بس إيه إمتى؟ منهج النبي يعلمك الكلام ده. فيسيبه خالد بن سفيان ويقول له: يا غلام اذهب إلى أمك. أسلمت ماوية. لازم تسلم طبعا. أسلمت لكن ما تقدرش تفك. فجاءوا وأخذوه. وخدوه لفين؟ هيقتلوه فين؟ في التنعيم، عشان يطلعوا بره مكة، عشان ما يصحش إن هم يقتلوه في، يا سلام على التقوى والورع. فخدوه إلى منطقة التنعيم، المكان اللي إحنا يا جماعة بنحرم منه إلى الآن، هو المكان اللي قتل فيه خبيب بن عدي. لما تروحوا التنعيم افتكروا الشهيد العظيم خبيب بن عدي. خلوه وعلقوه في نخلة وحطوه ربطوا إيديه
في خشبة وعلقوه بهذه الطريقة، وبدأ أبو سفيان يقول: اضربوه بالسهام في يده وقدميه ولا تقتلوه لنعذبه كما فعلوا بنا. تخيل، تخيل يحصل له كده. ففي وسط ما هو متعلق والسهام بتأتي فيه، تخيل آلام رهيبة، يعني واحد بيقتل بالبطيء. فيأتي له أبو سفيان تحته يقول: أوقفوا السهام. يقف السهام فيقول له أبو سفيان: بالله عليك يا خبيب اصدقني القول، أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وتكون أنت في بيتك لا يمسك شيئا؟ اصدقني القول، أنت هتموت هتموت، فقل لي الصراحة. فإذا بخبيب يقول: والله ما أحب أن يكون رسول الله جالس في بيته تصيبه شوكة وأنا في أهلي، فكيف أن يكون مكاني؟ ده أنا ما أحبش أن هو يكون قاعد في بيته وتخبط فيه شوكة، فما بالك أنك تقول لي يجي مكاني؟ فقلب أبو سفيان كفيه وقال: ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، شايفين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بتحبوه كده يا أخوانا؟ شايف خبيب والكلام اللي هو بيقوله؟ شايف شهادة أبو سفيان سيد قريش وهو بيقول ما شفتش حد بيحب حد زي حب أصحاب محمد لمحمد؟ فلما أبو سفيان حس إن خبيب راجل كده، قال: تريد شيئا قبل أن تموت يا خبيب؟ رق لي. راجل حتى الباطل لما بيلاقي الرجولة بيتهز ليها، هيقتله كده كده، ما يقدرش أبو سفيان يرجع قدام الناس كلها، هيبقى عيل. لكن تحب حاجة؟ قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أصلي ركعتين. فكان أول من سن ركعتين قبل الموت، فوقف وصلى، وصلى خفيف، قل هو الله أحد، وخلص الركعتين بسرعة، وبص لأبو سفيان وبص للناس، قال: والله لولا أن تظنوا أنني أخاف الموت لأطلت في هاتين الركعتين ما شاء الله لي أن أطيل، ولكني فكرت أنكم تظنون أنني أخاف الموت وإني أحب لقاء الله. يلا خلصوا ويرجعوا يعلقوه، هيبدأوا يضربوا السهام، فيبص لهم ويقول يدي عليهم: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يقول لك فمن قوه دعوته واحساسهم ان هو بيدعي بحق انبطحوا على الارض، وكان عند العرب فكره انك لو انبطحت على الارض الدعوه قال يعني تعدي من فوقيك ما تجيش فيك. فانبطحت قريش على الارض، كل قريش. كان في واحد اسمه سعيد بن عامر كان واقف يوميا من كفار قريش، اسلم بعد كده، وسيدنا عمر الخطاب عينه والي على العراق. كان يا جماعه كل فتره كده تجي له رعشة ما يشبه صرع خفيف كده ويسقط مغشي عليه. فالناس راحت تشتكي لسيدنا عمر، فقال له: مالك؟ قال له: كنت واقف يوم دعوة خبيب بن عدي أصابتني دعوة عدي. شوفوا الدعوة بعد كم سنة. وبعد كده خلاص هيضربوه، بدأ يقول شعر جميل قوي، اسمعوا كده كلمات جميلة، بيقول إيه: ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصراعي، ما تفرقش حنام في بيتي ولا حنام ولا حموت مقتول طالما ميت مسلما. شايف كلام أصحاب الرسالات يا أخوانا؟ شايف الكلام يا شباب؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو جسد ممزعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هيقتلوه خلاص. أم داعي: اللهم إنني قد بلغت رسالة رسولك. شفتوا يا جماعة، مش بقول لكم الرسالة هي الموضوع؟ اوعوا تفتكروا إن الصحابة كانوا ماشيين وعمالين يحاربوا وناسيين هما بيعملوا إيه. إحنا عايزين نوصل رسالة للأرض، وأنا طالع عشان أبلغ كنت الرسالة. اللهم إني قد بلغت رسالة رسولك، فبلغ عننا نبيك، فإني أحب أن يبلغه مني السلام قبل الموت. فينزل جبريل من السماء: يا رسول الله، خبيب بن عدي يخبرك السلام وسيقتلوه الآن. طب يا سيدني جبريل، ما كنت بدل ما تنزل على النبي تروح تفكه؟ لا، ده موضوع تاني، ده مطلوب. شفت خبيب بن عدي واللي حصل له؟ طيب، يحصل كده لخبيب العدي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرق النبي غضبا على القبيلة اللي عملت كده وخدتهم وبعتهم، لكن ما يعمل لهاش حاجة. ليه؟ مش دلوقتي، بعدين هتشوفوا هيعمل معهم ايه، بس بعد سنتين ثلاثة. ليه؟ انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم: انا ما بحاربش الا معركة واحدة بس في الوقت واحد، عندي قضية لها أولوية، أي معارك جانبية مش وقته، حتى لو اتأذيت فيها. شوفوا سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت، في سنة أربعة، في نفس الوقت اللي النبي بعت فيه الستة، جت قبيلة اسمها عضل وقارة، نفس الفكرة: يا رسول الله بعت لنا ناس كتيرة لقبائل نجد نعلمهم الإسلام، فبعت معهم النبي 70 واحد.
ونفس الحكايه هيغدروا بيهم. كان يا جماعه الفكره ان وارد ان يحصل غدر بالمسلمين حتى والنبي صلى الله عليه وسلم عايش. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل السبعين دول غضب غضب شديد والله، وقال كده: والله كنت متخوفا عليهم. طب بعتهم ليه يا رسول الله؟ عشان الرساله وما كنتش متاكد. شوف، ما جاليش وحي قال لي. طب ليه ما جبريل ما نزلش وقال له يا رسول الله هيغدروا بيهم؟ لا، ليه ما قالوش كده؟ علشان دي تجربه بشريه لازم تشوفوها، ان حصل غدر وهيحصل غدر بالمسلمين في كل زمان ومكان. فتتعلموا ازاي تتعاملوا مع الغدر زي ما نبيكم تعامل مع الغدر. لكن لو كان نزل الوحي يقول له في غدر هيحصل خلاص، طب ما كانش هيحصل غدر. طب ناخد التجربه ازاي ونستفيد ازاي؟ هتتعامل ازاي يا رسول الله مع الغدر؟ هنشوف. فينزل جبريل، ما ينزلش جبريل، لكن السبعين يطلعوا ويقودهم سيدنا المنذر بن عمرو ويوصلوا لغاية قبائل نجد. وأول ما يوصلوا يبعتوا واحد منهم اللي هو سيدنا حرام بن ملحان، يقولوا له روح قول لهم إن إحنا وصلنا وإن إحنا جايين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أتاري قبائل نجد مخططة إنها هتقتل السبعين غدر برضه إرضاء لقريش. المرة دي مش عايزة فلوس، إنما إرضاء لقريش. شفتوا يا جماعة هزيمة أحد تداعياتها عاملة إزاي؟ شديدة، الجزيرة كلها بتتقلب على المسلمين. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع حرام بن ملحان ويقف قدام الملك أو القائد بتاع قبائل نجد اسمه الطفيل بن مالك. فالطفيل بن مالك يقول له ما الذي جاء بك؟ فيبدأ سيدنا حرام بن ملحان يحكي هو هنا ليه. ففي وسط ما هو بيحكي وبيكلم عن رسالة الإسلام وبيقول رسالته زي ما هو عايز، فيجي الطفيل ويقوم غامز بعينه لواحد اسمه جبار اللي بيضرب الحراب. ففي وسط ما سيدنا حرام مدي وشه بقى واخد الامان، تخيل انا بكلمكم دلوقتي ما تخيلش ان في حاجه في ظهري لان انا في منتهى الامان، فيمسك الحربه ويقوم ضاربها، تسقط في ظهره تطلع من بين احشائه. ففي نفس اللحظه انت هتعمل ايه؟ هتصرخ، هتقول اي، هتقول يا غدره، مش كده؟ ففي نفس اللحظه اول ما تدخل وترشق في جسمه يصرخ باعلى صوته: فزت ورب الكعبه، كسبت ورب الكعبه. اسالكم حاجه، فاز بايه؟ فاز بالجنه، فاز بالجنه، فاز بالشهاده، فاز بالشهاده. طب احنا عرفنا منين الحكايه دي؟ ده كل اللي واقفين كفره، مش كده؟ سيدنا جبريل نزل قال للنبي انه قال فزت ورب الكعبه؟ لا. عارفين عرفنا منين؟ جبار اسلم. جبار راح سال بماذا فاز؟ واحد بيتقتل. خلي بالكم حرام بن ملحان عمه وخاله مات شهداء في غزوه احد، فهو بيقول فزت ورب الكعبة. يا ترى فاز؟ فاز بإيه؟ فطلع جبار يسأل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد حدث كذا كذا كذا، فبماذا فاز؟ فقال له النبي بالجنة. قال وما الجنة؟ فحكى له النبي عن قصور الجنة وأنهار الجنة وما أعده الله للناس في الجنة. فقال الرجل جبار والله إن رجل يموت بهذه الميتة يتذكر هذا الأمر لهو صادق، وأنت صادق، أشهد أنك رسول الله. وأسلم جبار وهو اللي حكى لنا الحكاية دي. طيب بقية السبعين طلعت عليها قبائل نجد ودبحوا السبعين، ما عدا واحد بس اسمه عمرو بن أمية، كان بعيد عنهم، فكان راح يجيب حاجة وهو راجع بص لقى الطير بتحوم. تخيل الصحابة يحصل لهم كده، طير عايزة تنزل تاكل، بتحوم حوالين المكان. فقال إن لهذه الطير لشأن، أتخوف على أصحابي. فراح فلقاهم السبعين قتلوا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي شهر يدعي في العصر والمغرب والعشاء والفجر عليهم: اللهم اشدد عليهم وطأتك. طب ما تروح تحاربهم يا رسول الله، مش وقته، مش وقته، مكة في مشكلة جاية مع قريش، أنا ما أقدرش أفرق قوتي دلوقتي. فيدعي النبي: اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم اشدد، وعمال يدعي عليهم. وفي وسط ما هو بيدعي عليهم تنزل آية من القرآن تقول له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بس إيه؟ الموضوع مش عندك، الموضوع عند ربنا تبارك وتعالى. يا جماعة في ناس بتعين نفسها مسؤولة عن الناس وتحكم على ده ضايع ومش ضايع، إنما تخيل النبي ربنا يقول له أنت مالكش دعوة، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم يمكن، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتوقف النبي عن الدعاء عليهم بعدما نزلت هذه الآية. طيب إيه الوضع في المدينة؟ الوضع في المدينة أن اليهود قلبين الدنيا، يهود بني النضير عمالين يبعتوا مكتبات لقريش يقولوا لهم قوة المسلمين ايه. فاكرين يا جماعة لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان اليهود مواطنين موجودين في المدينة، مواطنين زيهم زي اي مواطنين،
فهم مواطنين موجودين في المدينة. لكن الواقع ايه دلوقتي؟ الواقع ان اليهود بدأوا يتفقوا مع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح. كان حصل اتنين من الناس قتلوا ولهم دية، والمفروض ان احنا ندفع ديتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز الدية بتاعت الناس دي، فرايح ليهود بني النضير يطالبهم ان هم يساعدوه في دفع الدية. فاول ما راح ليهود بني النضير ويقول لهم من فضلكم ممكن تساعدوني ان انا ادفع الدية للاتنين اللي هم قتلوا، يبقى اولا اليهود معاهم فلوس والمسلمين معاهمش، مش كده؟ ويبقى النبي ما صادرش فلوسهم. خلي بالكم، هو معنى ان انا رايح اقول لهم انا معيش فلوس ادفع الدية دي، يبقى مين اللي معاه فلوس؟ اليهود. طب ما صادرتش فلوسهم ليه؟ لا، دول مواطنين لهم حقوق. ما اقدرش، فاكرين حق المواطنه؟ ده مواطن موجود معايا في بلدي له حقوق وعليه واجبات. فقالوا نعم يا ابا القاسم، طبعا نديك الفلوس. وقالوا لرجل منهم، دي فرصه ممتازه، تطلع فوق البيت اللي النبي قاعد تحته وترمي الحجر عليه دون يموت ونخلص منه. فنزل جبريل يخبر النبي، فقام النبي. طب اشمعنى جبريل نزل هنا؟ ما بينزلش الا لو هيتم القضاء على الدعوه، فاهمين امتى بينزل وامتى ما بينزلش؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى بيته. كان في لسه اصحاب النبي موجودين، ابو بكر وعمر، ما قال لهمش النبي، رجع على طول، عشان لو قال لهم ممكن تحصل معركه واحنا اللي نخسر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بالراحه جدا وانطلق كانه راح يجيب حاجه، وقام رجع على المدينه. فابو بكر وعمر حصلوا ايه يا رسول الله؟ فحكى لهم اللي حصل. ثم سقطت المكاتبات اللي بني النضير بيبعتوها لقريش في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت لهم مع محمد بن مسلمه يقول لهم اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، حاولتوا تقتلوني وبعتوا القريش تستدعوهم، اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها. فقالوا وقد أجلتكم شهرا ومن بقي منكم بعد الشهر ضربت عنقه. فقالوا أنأخذ أموالنا معنا؟ قال نعم، هذا حقكم. حاجة يعني منتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة ما فيش تصلب كان مع اليهود، انتوا غلطتوا تطلعوا، انتوا مواطنين هنا مش عايزين كده، مع السلامة. فقالوا حاضر، وبدأوا يشتروا الإبل ويستأجروا الإبل عشان يحملوا عليها فلوسهم وكنوزهم، وخلاص واخدين بعضهم وطالعين في وسط. طب هو النبي ازاي يسيبهم؟ طب ما هو هيموتوا في الصحراء. لا، النبي هو عارف هم رايحين فين. رايحين فين؟ رايحين عند خيبر، عند يهود خيبر، والنبي موافق ان هم يروحوا. خلي بالكم النبي رحيم حتى وهو بيطلعهم برا المدينة، لأنه بيوجد لهم وطن يروحوه. لكن أوروبا لما طردت اليهود في القرن الـ18 طردتهم بلا رحمة، هيروحوا فين؟ فكانت النتيجة أن هم جم لبلادنا وحصلت المشكلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلع اليهود مطلعهم بفلوسهم، بيطلعهم نتيجة غدر، ومطلعهم وهو عارف هم هيروحوا فين، هيسكنوا فين. يطلع يهود بني النضير وهم طالعين، المنافقين رأس المنافقين عبد الله بن سلام يبعت لهم جواب، ما تخرجوش أبدا وأنا هحميكم وأقف معاكم ومعايا 700 واحد يقفوا معاكم. فتحصنوا جوه الحصون وقالوا مش طالعين. فلما قالوا مش طالعين، فبدأ النبي يطلع بجيش من الصحابة وحاصر حصون بني النضير 15 يوم، وقال لهم مش هيتفك الحصار لغاية ما تطلعوا برا، والمرة دي مش هتطلعوا بفلوسكم، هتطلعوا كل واحد بفلوسه لكن من غير سلاح. أنا الأول كنت سايبكم. فحاصر النبي 15 يوم والحصار اشتد عليهم. أثناء الحصار تحصل حاجة عجيبة قوي، تنزل آيات تحريم الخمر. إيه اللي ينزلها في الوقت ده؟ مش أنتوا في أحد اتهزمتوا بسبب عدم الطاعة؟ طب هنجربكم ونختبركم في اختبار للطاعة، هنحرم الخمر النهاردة. ها، خلي بالكم، اتهزمتوا في أحد بسبب عدم الطاعة. بيقول لك نزل الخبر بالليل وهم محاصرين بني النضير، مش وقته. لا، وقته. تاني يوم الصبح كل شوارع المدينة غرقانة خمرة، كأن الدنيا مطرت. نزلت الآية فهل أنتم منتهون؟ فطلع عمر بن الخطاب والصحابة، انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وغرقت الشوارع. تاني يوم نزلت الآية تقول وقذف في قلوبهم الرعب، في قلوب بني النضير. طب إيه علاقة الخمر؟ أول ما أطعت ربنا، ربنا قذف سلاح جديد لربنا، قذف الرعب في قلوب بني النضير، فانهزم جيش بني النضير وانتصر المسلمين. احنا كل دون سنة 4، فاضل حاجة أخيرة في سنة 4 حصلت. ايه هي؟ غزوة اسمها ذات الرقاع. ايه ذات الرقاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقى قبيلة كده بدأت تستعد للهجوم على المسلمين، بس قبيلة ضعيفة، وقرر النبي يطلع لها. اشمعنى؟ مش احنا بنقول النبي مش عايز معارك جانبية؟ لا، ده النبي طلع لها علشان يوري للعرب كلهم اننا ايه، ان احنا جامدين قوي، ودي قبيله ضعيفه.
يعني مش قبيله جامده، فاهمين؟ علشان هو عارف هو مش عايز يبوظ قوته، لكن عايز يعمل حاجه تقول له قريشي وتقول له العرب كفايه بقى، الناس اللي بدات تاخد من المسلمين دول مش هيحصل كده تاني. فجهز النبي جيش من 700 واحد وطالعين 300 كيلو. خلي بالك ما كانوش معاهم، لا بيقول لك كنا كل ستة بنبدل على بعير، كل ستة على بعير 300 كيلو. سيدنا، هي اسمها ذات الرقاع مش كده؟ ليه اتسمت ذات الرقاع؟ سيدنا أبو موسى الأشعري بيحكي بيقول والله كنا كل ستة نتعاقب على بعير حتى سقطت أظافر أقدامنا وتمزقت النعال ونقبت أقدامنا، بقى يحصل حفر في رجلينا حتى كنا نقطع من ثيابنا ونربط على أقدامنا، نقطع من هدومنا. تخيل الصحابة حصل لهم كده، كل ده عشان الرسالة يا أخوانا، شايف الرسالة غالية إزاي؟ نقطع من هدومنا ونربط على رجلينا. فسميت ذات الرقاع من الرقعة، بقت هدومهم مقطعة مرقعة علشان مش عارفين يمشوا على الأرض 300 كيلو. وصلوا هناك، أول ما وصلوا طبعا قبائل ضعيفة، فتفرقت القبائل وجابت وهو المطلوب، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. بس وهو راجع حصل كام حاجه جميله قوي، وهو راجع خاف ان القبائل تتجمع عليه تاني، فصلى حاجه اسمها صلاه الخوف. عارفين صلاه الخوف؟ عمل حاجه جميله قوي، يقسم الجيش نصين، نص وشه للعدو وما بيصليش، والنص التاني وشه للقبله. يعني ده لو العدو هنا ده نصه للعدو، ولو القبله هنا النص التاني وشه للقبله. الناس اللي وشها للقبله تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، النبي يصلي 4 ركعات الظهر مثلا، يجي في النص النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة التشهد اللي في النص ويقعد جلسة التشهد. هو النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله ويفضل قاعد، هم يقوموا مكملين التشهد ومسلمين ويروحوا يستلموا السلاح من النص التاني. تخيل دي صلاة دي ولا نظام ولا عسكرية ولا إيه؟ يستلموا السلاح من النص التاني ويجي النص التاني يكون النبي لسه واقف مستنيهم في الركعة التالتة، فاهمين؟ فيكملوا مع النبي النص التاني من الجيش الركعه الثالثه والرابعه، يبقى كل واحد في الجيش صلى كام ركعه؟ ركعتين. ومين الوحيد اللي صلى 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل القران يوصف الصلاه اللي كلها نظام. دين عجيب قوي يا اخوانا، العباده مختلطه بالنظام، مختلطه بالعسكريه، مختلطه بالجديه، مختلطه بالحذر. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم فليصلوا معك، فإذا سجدوا وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهكذا. ويتعاقب الجيش بهذه الصورة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو راجع تحصل حاجة لطيفة قوي، يجي بالليل وينام فيقول لهم مين يحرسنا بالليل، فيطلع واحد اسمه عمار بن ياسر عارفينه وعباد بن بشر من الأنصار، واحد مهاجر واحد أنصاري، يقفوا عند فم الجبل كده عشان لو حد جاي يحمي المسلمين. فعمار بن ياسر، عباد بن بشر يقول لعمار تحب تصلي اول، تنام اول الليل ولا تنام اخر الليل؟ فيقول له لا، انت احرس اول الليل وانا احرس النص الثاني. فيقف عمار ينام وعباد يقف يحرس، فيقول طب ما بدل ما احرس بس ده انا في اتجاه القبله، ما اصلي قيام ليل، يبقى حرست وانا بصلي انا حافظ فابقى باصص. تخيل مش عايز يضيع وقته الا ما يصلي قيام ليل. ده يا جماعه قيام الليل رمضان العشر الاواخر. فيقف عباد بن بشر يصلي قيام الليل، وهو بيصلي يجي واحد من القبائل المعادية ويقوم ضارب سهم فيسقط في كتفه. هو كان بيصلي بصورة الكهف وعايش مع الصورة قوي، فقال لك ده سهم غائر مفيش مشكلة مش هيهاجمه ولا حاجة، فشد السهم وكمل صلاته وعمال ينزف دم. فقام ضربه سد سهم تاني، فشد السهم وكمل صلاته، فضربه السهم التالت، فقال لك لا ده احسن يبقوا جايين يحاربونا. فقام ساجد وراكع ومصحي عمار بن ياسر، قال ما الذي جعلك تتركني كلها؟ يعني ما كنت تقول من الاول؟ قال كنت اصلي صلاه في صوره لخروج نفسي اهون علي من ان اترك هذه الصوره، صوره الكهف، ولولا ان رسول الله امرني ان احمي ثغر المسلمين ما خرجت ابدا من حلاوه ما كنت اصلي به. قيام الليل يا اخوانا، شايفين؟ وهم راجعين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يستظل الطريق مش امن، واخدين بالكم؟ يستظل النبي تحت ظل شجره والصحابه مجهدين، فكل واحد ياخد له شجره بعيده وينام تحتها، والناس اللي مكلفه بالحراسه من شده التعب تنام، والنبي علق سيفه على الشجره، فيجي واحد من الكفار ويشد السيف ويحطه في رقبه النبي ويصحي النبي، والنبي اعزل وهو حاطط السيف في رقبه النبي، تخيل؟ ويقول للنبي من يمنعك مني؟ مين يقدر يحميك مني دلوقتي؟ فيقول النبي بمنتهى الثقة الله، فيسقط السيف من يد الرجل. ليه سقط؟
هل قوه النبي وهو بيقولها؟ تخيل لو واحد حاطط مسدس في دماغك، من يمنعك مني؟ ابوس ايدك وتعيط له اخر مره ومش هعمل كده تاني. الله! فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي وضعه في راسه وقال له: وانت من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير اخذ، انا ما عملتلكش حاجه، ما تعمليش حاجه. فقال: اتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال: فلا تعين علي عدوا؟ قال: نعم. قال: اذا امشي. ناخد منه شوف النبي صلى الله عليه وسلم والتوازن، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم، طب نقرب المسافات، طب ناخد حاجه. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنوصل للمدينه، وهم راجعين الجيش كله داخل، يلاقي النبي ان واحد من الصحابه متاخر قوي. جميله قوي القصه دي، منتهى الرقي، حاجه كده ذوق عالي. مين اللي متاخر من الصحابه؟ جابر بن عبد الله اللي ابوه مات وساب 9 بنات في غزوه احد امبارح قلناها. فالنبي يسيب الجيش ويتاخر لجابر بن عبد الله ويدور حوار راقي: مالك يا جابر؟ ناقتي يا رسول الله. مالها يا جابر؟ ضعيفة يا رسول الله. فالنبي يعرف أن عنده مشكلة مادية. هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ بكر؟ لا يا رسول الله. ليه يا جابر؟ مات أبي يوم أحد يا رسول الله وترك 9 بنات، فأردت أن أتزوج امرأة تخدمهم. البنات مش هنفع أجيب واحدة لسه بكر صغيرة، فاضطريت أتجوز واحدة متجوزة قبل كده. فقال: أحسنت يا جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل له حاجة عجيبة قوي: أتعلم يا جابر، عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك فتعد لك النمارق، القعدة الحلوة والمخدات. النمارق يعني المخدات. ليه رسول الله بيقول كده؟ شوفوا الرقي يا أخوانا. الست اللي عندها 9 بنات بتخدمهم ومش عارفة جوزها جاي إمتى، مفيش موبايلات ولا غيره، لو لقت جوزها جاي فجأة هيجي يلاقيها لابسة إزاي وعاملة إزاي؟ متبهدلة ومتنعكشة. فالنبي عايز يخلي اول لقاء بين المجاهد اللي بقاله شهر بيجاهد مع مراته حلو قوي. شايف شايف الرسول شايف ذوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجابر فالنبي بيقول له ايه؟ فالنبي هيوقف الجيش عشان الست تعرف ان جوزها جاي فتلبس كويس وتستعف، فيبقى اول مقابله مقابله حلوه. يا سلام عليك يا رسول الله. فبيقول له: فتعد لك النمارق. فقال جابر: والله ما عندنا نمارق يا رسول الله، والله ما عندناش حتى مخدات. ده انت حالتك تعبانه قوي يا جابر. فقال له النبي: سيكون يا جابر. شوفوا رفع الروح، هيكون عندكم. النبي عايز يعمل حدوته دمها خفيف كده عشان يدي جابر فلوس عشان مستواه المادي يرتفع، بس مش عايز يكسفه عشان جابر عزيز النفس. فبص هيدوبها له في نكته، عارف لما تبقى يا جماعه استخدموا النكت لما تكونوا عايزين ما تحرجوش بني ادم، دوبها له في نكته زي النبي، اتعلم من النبي. فبص هيعمل معاه النكته ازاي. فقال: أأبتاع منك جملك يا جابر؟ ده ما يساويش، تديني جملك يا جابر اشتريه منك. فقال: لا يساوي يا رسول الله. قال: ولكني اريده، انا عايزه. فقال: بل اهبه لك يا رسول الله. يا سلام على اخلاقك يا اللي مش لاقي تاكل واخلاقك العاليه، بل اهبه لك. يا ناس يا اللي مستواكم المادي ضعيف، اتعلموا من جابر ان عزه النفس غاليه. بل اهبه لك يا رسول الله. فقال النبي: لا، بل اشتريه. قال: فثمنه يا رسول الله. طب انت ثمن بقى طالما هتشتري. الجمل الضعيف ده يساوي تقريبا 300 درهم، فالنبي عايز يعمل نكته عشان ما يحرجوش. قال: اخذه بدرهم. قال: اذا تبغنني حقي يا رسول الله. فقال النبي: أخذه بدرهمين. قال: خذه بلا ثمن يا رسول الله، يعني لو الموضوع كده. فضحك النبي، قال: سأخذه يا جابر، مالكش دعوة بالثمن. فقال: إذن أنزل عنه يا رسول الله، محتاج فلوس. قال: يا جابر ابقى على جملك، عندما نعود إلى المدينة سأعطيك الثمن. وصلوا إلى المدينة، جابر أول ما وصل أم رايح رابط الجمل على باب النبي ورجع على بيته، مش وقف بقى وخبط الجمل: يا رسول الله أنا طوقته وتحت أمرك أي خدمة. لا، ما عملتش كده. شوفوا عزة النفس، ربط الجمل ومشي. صحي فتح النبي الباب لقى الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: جابر بن عبد الله أتى به. فقال: يا بلال تعالى خذ هذا المال وخذ الجمل معك وعد إلى جابر. مش معنى بلال عشان من نفس المستوى الاجتماعي بتاع جابر، ما بعتش أبو بكر ولا عثمان. شوفوا الرقي، خذ الجمل وعد إليه وقل له: رسول الله يقول لك أمسك عليك جملك وخذ المال، فإنما أنت ابن أخي صلى الله على محمد صلى الله. يا حبيبي يا عظيم يا رسول الله، يا ريتنا يعني، يا ريت الأحضر، يا ريت في حد بيعطف علينا ويعاملنا بالرقي ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل أصحابه. دي ذات الرقاع، دي سنة 4 خلصت. إيه الدرس الأساسي؟ الرسالة محتاجة تضحيات إن شاء الله لغاية الدم والروح. مفيش حد من أمهات 70 صحابي اللي اتقتلوا في بئر معونة راحوا للنبي وقالوا له: كفاية بقى أولادنا ماتوا يا رسول الله. الرسالة محتاجة دم، محتاجة تضحية، لها تمن. مفيش حاجة في الدنيا من غير تمن.
ده تمن الرساله، ده درس النهارده الوحيد. والدرس الثاني الشورى مهمه قوي، اخذ راي الناس مهم قوي. حلقه بكره من اجمل الحلقات، غزوه الخندق، نعيش معاها بكره ان شاء الله، وهتعجبكم جدا وفيها معاني راقيه جدا. اني داع فامنوني. مايو 1982 ميلاد اول